كما كانت الفرقه الاقليميه للدرك الوطني بتسالي المرجع مدعمه بفصيله الابحاث للدرك الوطني ببئر مراد ريس من الاطاحه بجماعه اشرار مكونه من 3 اشخاص يحترفون ترويج المخدرات عبر اقليم ولايه الجزائر والبريده. العمليه جاءت بعد ضرب دوريه لافراد الفرقه عبر اقليم بلديه تسالي المرجع بالضبط بطريق السياره شرق غرب لشاحنه صغيره على مستوى الشريط الاستعجالي، ومن الخلف شخصان يحاولان شحن كيسين بلاستيكيين، وفور مشاهدتهما للعناصر الدوريه لاذوا بالفرار. تم ضبط كيسين بلاستيكيين بهما كيف معالج والمقدره باكثر من 47 كيلوغرام. التحقيق المعمق لفصيله الابحاث للبرك الوطني ببئر مراد ريس مكن من حل القضيه مع توقيف جميع عناصر الشبكه. بعد الانتهاء من مجريات التحقيق سيتم تقديم الموقوفين امام الجهات القضائيه المختصه.